نعلم كافة التجار المقبلين إن شاء الله في أيام العيد أن الإدارة أن السوق بأجمله يعمل بدوام كامل، هذا نظرا لتعليمات وزارة التجارة. نرحب بكم، مرحبا بكم في العيد إن شاء الله، رانا خدامين يعني بصفة بدوام كامل. إدارة السوق خمت في التجار وكافة القاصدين للسوق، وضعت مخطط يعني لتسيير السوق في أيام العيد المبارك يعني يومي العيد. وفرت فوجين يعني فوج ليلي وفوج نهاري، هذا لتسهيل مهام لتسهيل عملية سير السوق. نرحب بكم في السوق، صحة عيدكم، تعيدوا بصحة والهنا إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.